مثل ما انتم عارفين ان هذا مشروع من المشاريع اللي مرت في مرحلة قوانين أدت إلى حمايته من التعثر، ولله الحمد اليوم نشوف الإنجاز ممتاز وماشيين على الخطة الزمنية وحسب الخطة الموضوعة لهذا المشروع، وإن شاء الله نرى هذا المشروع جميعا في آخر 2024 مع بداية 2025. مشروع يضيف حق التطور العمراني في البحرين. موقع المشروع جدا جميل، الطريقة اللي أنشأ فيها المشروع طريقة رائعة جدا. مشروع فيه تقريبا أكثر من 700 وشوي شقة بجميع التصانيف، سواء كانت استوديو، غرفة، غرفتين أو ثلاث غرف، حتى البنت هاوس. المشروع متكامل من جميع الفاسيلتيز اللي يحتاجها قاطني هذا المشروع، يعني ما في داعي أنه يطلع خارج المشروع، بيكون في المشروع نفسه. مشروع يوفر صراحة ميادين للعب، مماشي للعب، أماكن للأطفال، برك سباحة على مستوى عالي جدا، ألعاب للبادل والتنس، كلها في بطن المشروع، بالإضافة إلى المحلات التجارية اللي تخدم المشروع، روضة، سوبر ماركت كبير، محلات أوتلتس أخرى، كل هذه تضيف حق هذا المشروع الجميل والرائع جدا. والأجمل من ذلك وهو المواد اللي استخدمت المشروع، المواد كلها صديقة للبيئة. أنا تفاجأت بكل أمانة بطريقة الإنشاء وطريقة الكونستراكشن كانت جدا عالية. أيضا أضف إلى ذلك أن في تقريبا اليوم حسب ما عرفنا من المهندسين أن في 3 ملايين ساعة عمل لله الحمد بدون أي إصابة، وهذه إضافة للمشروع بكل أمانة. ونفتخر إحنا في البحرين، إحنا عندنا مطورين عقاريين على هذا المستوى، وعندنا صراحة مشاريع على هذا المستوى. أهم النقاط التي تميز هذا المشروع، المشروع يتكلم عن نفسه، أكبر مشروع سكني في تاريخ البحرين، عدد شقق 746 شقة سكنية، أطول برج سكني في تاريخ البحرين، برج 50 طابق، برج الآخر 60 طابق، أكبر قاعدة خرسانية لمشروع سكني في تاريخ البحرين. المشروع يتميز بمساحة أكثر من 86 ألف قدم مربع للخدمات، ممكن زيارة الخدمات لعدة أشخاص، عدة مئات من الأشخاص في آن واحد، بحيث الخدمات الموجودة حتى دورات المياه مثلا 26 دورة مياه في مساحة الخدمات. عندنا خدمات لكل برج داخلية وخارجية، ما موجود مشروع سكني. احنا في البحرين عندنا درة البحرين، عندنا جزيرة الريف، بس ما موجود برج سكني فيه خدمات إلا هي خدمات منتجع. هذا المنتجع السكني الوحيد تقريبا حاليا في البحرين، ونأمل إن شاء الله يرى النور قريبا، وراح تشوفونه وزيارة ثانية لكم على أرض الواقع إن شاء الله.